فضيلة الشيخ، يقول السائل: تسوية الصفوف من مقدم القدم أم من مؤخرها؟ لأن في بلادنا يسوون من مؤخر القدم. القدم لا عبرة بها، لأن الأقدام تختلف، بعضها طويل وبعضها قصير. العبرة بالكعب، مساواة بالأكعب والمناكب، هذا محل المساواة، المناكب والأكعب. أما القدم فمنها شيء طويل ومنها شيء قصير ومنها شيء مقطوع، تختلف. نعم.